طبعا الفنان شريف سلامه يعني اداء راقي ورائع، اللي هو كان الاب الصعب قفش الشخصيه بالظبط، ما شاء الله عليه. يعني انا برضو من الحاجات فيروز وريتال، فيروز اللي هي كانت نادين وريتال اللي هي كانت يارا، صح كده؟ صح. انتوا جمال، انا عايز اعرف احساسكم ايه بقى وانتوا اشتغلتوا في المسلسل ده، ان انتوا عشتوا قصه. احساسنا جميل والله العظيم، انت عسل. احساسنا جميل يا عسل. انت بتقول احساسنا جميل؟ طب خلاص قول يلا، قول يلا. اقول لك يا نادين ولا اقول لك يا فيروز الاول؟ هاجي لك يا يارا. قول لها يا فيروز. اقول لك يا فيروز؟ طب احكي لي بقى، احكي لي احكي لي احكي لي، انت كنت زعلانه على ايه؟ كانت صعبانه عليكي نادين البنت الصغيره؟ ما هو انا كنت كان. طب ما كنتيش انت زعلانه على اللي انت كنت فيه؟ على لا كنت زعلانه طبعا. الشارع والعربيه كنت تعبانه. كنت ايه؟ كنت زعلانه طبعا. طب سيب المايك، سيب المايك، سيب المايك، احكي لي بقى. كنت ايه اللي كان مزعلك؟ اللي مزعلني اللي احنا اتملينا تراب، وانا وريتال اتقرصنا في اوضنا. مش ده التمثيل يا بنت؟ نايمين تحت العربيه. ده التمثيل صح يا ريتال؟ شفت الممثلين بيتعبوا ازاي؟ كنتوا نايمين. المشهد بتاع النوم تحت العربيه ده لما هربتوا، احكي لي عنه. اكتر مشهد انا كرهته بصراحه. ليه؟ علشان هو اول حاجه هو صعب جدا، التراب ولا نضفه ولا اي حاجه، عشان على التراب. صح يا فيروز؟ يا فيروز يا فيروز نلتوا على التراب. ورانا الزباله. فهو واقعي عشان هم عايزين واقعي عشان الناس تتاثر بقى. انت اتاثرتي بده؟ تخيلت ان ممكن بنتين جمال زيكم كده يكونوا فعلا بيمروا عايشين في شقه جميله احسن ما احنا اللي عايشين فيها دي؟ بس انت كنت حاسه ريتال ان ممكن يكون في اطفال يكونوا في سنك ممكن يعيشوا العيشه دي؟ كتير. كان احساسك ايه؟ كنت زعلانه عليهم علشان باباهم عايز يضايق الام، بس هو مش واخد باله ان هو بيشحططهم وراه. بيشحططهم. هو شحططكم قوي سيف. الله يسامحك. مش بيشحططنا. وانت كتبتي بيتعبنا. بيتعبنا. عجبتك الشحطاطه انت؟ عشان كده انت كتبتي نادين. انت نادين فاتن امل حربي في ورقه الامتحان. انا كان اسمي نادين سيف الدندراوي. بس انت كرهتي سيف الدندراوي من اللي عمله بتوعي. ده انا كرهته في المسلسل وكرهته في الحقيقه. لا ما كرهتي. لا بس ما نكرهوش في الحقيقه، ده جميل خالص. كان كويس. المسلسل شريف جميل يعني. جدا. كان بيسلم عليك كل يوم وبيقعد يهرج معاكي كل يوم. صح. بالالمان اللي هو بيلهوه. هسجنك قريب وهتشوف. استاذ فادي قال ان هي مره نامت ووقفتوا التصوير يا مدام فادي عمليه ما تصحى. صح كده؟ زودي جرايمك. كرهتني بالسجن. زودي جرايمك. اسمعي دي يا فيروز. هي وامها تعبوا ودخلنا بيهم المستشفى، فهي جم عدد السحور وتسحرنا، وبعدين يا اخوانا يلا نصور، قال لك نادين فيروز نايم، خلاص استنى كلنا الا الست فيروز هي الحاكم الامر طبعا. في واضح كده، واضح من الشقاوه. صحيت وهم كلهم وعملت كده يعني. وعملت كده يلا بقى نشتغل. واشتغلتوا بقى. طيب نشوف كده المشهد ده وهي بتقرر ان هي تعاقب، وهي طفله بتعاقب والدها اللي بتقول كده شحططنا في البيوت وشحططنا في الشوارع. بدل ما تكتب نادين شريف الدندراوي، نادين سيف الدندراوي، كتبت نادين فاتن امل حرب. ده اكبر عقاب لأي أب الحقيقة. تعالوا نشوف. ممكن يا ماما تسيبينا شوية أنا ونادين؟ ماما تسيبنيش. طيب خلاص مفيش مشكلة، نتكلم أنا وإنتي قدام ماما عادي؟ إنتي اسمك نادين إيه؟ نادين فاتن أمل حربي. بس إنتي اسمك نادين سيف الدندراوي. لا أنا اسمي نادين فاتن أمل حربي. بس اللي أعرفه إن إنتي اسمك نادين سيف الدندراوي، يبقى إزاي اسمك اتغير؟ أنا غيرته ومش عايزة الاسم ده تاني.